خطوة مهمة نحو تحقيق لقب الدوري في الموسم الجديد. أنهى فريق الكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك الدور التمهيدي الأول في صدارة المجموعة الثانية عن جدارة واستحقاق، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات. خاض فريق طائرة سيدات الزمالك الدور التمهيدي الأول من الدوري الممتاز ضمن المجموعة الثانية، والتي ضمت فرق قوية وهي سبورتينج وسموحة والمقاولون العرب وهليوبلس والطيران والزهور وستة أكتوبر. ورغم قوة المنافسين إلا أن فتيات الذهب كن في الموعد وحققنا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات ذهابا وإيابا. وفاز الزمالك في الدور الأول على المقاولون العرب بنتيجة 3-0 قبل الفوز على هليوبلس بنفس النتيجة، ثم الفوز على الزهور وستة أكتوبر وسموحة بنتيجة 3-0 أيضا قبل الفوز على سبورتينج بنتيجة 3-1. وفي مباريات العودة كررت فتيات الذهب الفوز بنتيجة 3-0 على كل من هليوبلس والطيران وستة أكتوبر، وفزنا على سموحة والمقاولون العرب بنتيجة 3-1. رسالة قوية من فتيات الذهب بقيادة المدير الفني كابتن حسام شكري أن الفريق جاهز في الموسم الجديد لحصد كل الألقاب.